هرب؟ هرب ازاي؟ طيب انا جايلك دلوقتي حالا، يلا مع السلامة. هرب يا ابن المحظوظة يا ابراهيم. انت مبسوط يا معلم؟ انا لا مبسوط ولا زعلان، انا ماليش فيه اصلا. ازاي يا معلم؟ افهم الزلطة، ابراهيم شال الشيلة وخلاص، يتسجن يهرب، الحكومة تدور عليه، ملناش فيه، احنا بره الليلة. بس ايه حكاية الجدع اللي هرب بيه ده؟ قلتلكوا قلتلكوا الداخلية مش هتسيبه، ما صدقتونيش. طبعا ما هو اللي ظهر وما تربش على بطنه. لا ظهر ايه؟ ظهر ايه ده ظابط؟ عجبكوا كده؟ تقدروا تقولوا لي هنتصرف ازاي دلوقتي؟ انت شايل هم ليه يا حاج؟ القضية ولبسناها له خلاص، الداخلية بقى تهربوا وتسجنوا، هم أحرار. مظبوط كلامك يا متر، صح جدا. هو ايه اللي مظبوط يا حماد؟ ايه اللي مظبوط؟ نفسي افهم انا. طب حد فيكوا ضامن الواد ده بعد ما هرب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يا اما هيدور على حته يتوى فيها، يا اما هيسيب البلد ويمشي. وبعدين يا حاج مالك؟ ما تطمن، مالك موسوس ليه؟ انا هادي مش مطمن، حاسس ان الحكايه دي مش هتنتهي على خير. شفتوا اللي حصل يا بهوات؟ اوعى تكون فاكر باللي انت عملته ده انك ساعدته. سليم الانصار انا هجيبه حتى لو كان في بطن امه، وهحكمه بتهمه الهرب عشان قائمه اتهاماته تزيد تهمه كمان. بس انا بيه حضرتك مش مصدقني ليه؟ انا والله العظيم ما ساعدته. وهيهرب لوحده كده؟ يا فندم الموضوع كله حصل فجأه. احنا بنلعب بقى مش بنشتغل، صح؟ لعلمك بقى لو ثبت انك حتى مش متواطئ معاه هحاكمك بتهم ضاع سلاحك الميري، طبعا جيتك اللي هو اخدها منك. يا فندم الموضوع كله حصل في دقايق، وانا كنت بحاول امنع بقيه المساجين ان هم يهربوا. عشان كده سبته يهرب. اتفضل يا فندم، انت متحول للتحقيق وموقوف عن العمل. بوريني بقى مساعدتك لي دي هتفيدك بايه لما تلاقي نفسك انت وهو في زنزانه واحده. رزقك يا فندم. ودينا على فين يا عم؟ ودينا على فين؟ حبس، مش عايز اسمع نفس. اسمع نفس ايه؟ يا نهار اسود، انت مش سامع السرينة؟ اسكت. وش وش ايه ده؟ انا اعلي صوتي. اسكت. يا ريتهم يجوا ينقذوني. رزق وكمان هنقعد؟ انت يا عم ما انت سامع السرينه يا ابني. ترزع بقى، اقعد. الصوت بيبعد مش بيقرب يعني. خلاص مشوا مشوا مشوا. طب افرجهم يدوروا علينا، ولا حد من اهل البيتين جاي يزور، ولا حتى التراب جاي شقر علينا. ماليش دعوه، انا اقول لهم ان انت اللي مهربني. يا ابني محدش بيجي هنا يا ابني، مش شايف الباب بيصد ازاي؟ اخلص بقى عشان اعرف افكر. اسكت. تفكر هتفكر في ايه يا اخويا؟ هم المجرمين بيفكروا في ايه؟ انت هتفكر بقى على فرد دماغك. لا لا اسكت. فكر فكر براحتك، فكر براحتك، فكر، ما تقتلنيش. فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ مش تستنى الاول لما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي؟ مصيبه ايه يا عم الحاج؟ كفانا الشر. وبعدين انا مالي الظابط يهرب ولا غار في 60 داهيه؟ انا عملت اللي عليا، ولا انت عايز تاكل عليا عرق ابو تامر؟ عرق ايه اللي هاكله عليك يا ابن الكلب يا جزمه انت؟ خلاص يا حاج لطفي، ما يصحش كده. وانت يا ابني انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش تفكر في الكلام قبل ما تقوله، عيب كده. حماد بيه ما ساعدتك؟ اخلص خالص. حاضر. احنا كلنا في مركب واحده، وبعدين الحاج لطفي يعني في النهايه برضه بيعتبرك زي ابنه، واديك شايف الظروف اتغيرت. لو الداخليه ناويه تحمي الراجل بتاعها يبقى كلنا لسه في خطر. الله، وانا مالي؟ يا جماعه يا جماعه، كلامكم كله زي الفل وعلى دماغي من فوق. ممكن نهدى شويه عشان خاطر نعرف نفكر؟ نفكر في ايه؟ وانا قاعد في عقل عشان نفكر؟ يا حاج يا حاج، لو الداخليه شايفه ان القضيه ديت فيها خرم ابره كانوا هربوه ولا كانوا خرجوه من المحكمه؟ ما دام هربوه يبقى عارفين ان القضيه لابساه لابساه، يعني مفيش داعي للقلق. الله يفتح عليك يا متر، والنعمه انت دماغك دي تستاهل تقولها الماس. شفت بقى يا عم الحاج ان الشغلانه خلصانه، وخلصانه بالشياكه كمان، يعني المفروض تديني عرق انا والرجاله بقى. لا
اهدى على نفسك شويه، عمك الحاج عنده برضه حق، لازم الليله دي تعدي ونشوف هترسي على ايه. وانا لسه هستنى يا متر. ما قلتلكش تستنى، انا عارف ان انت وراك مصاريف والرجاله. بقول لك يا عم الحاج، طلع له قرشين لغايه ما الليله دي تعدي على خير. لا قوة الا بالله. بقى كده يا سليم يا ابني، بدل ما تطلع نفسك من المصيبه اللي انت فيها، توقع نفسك في مصيبه اكبر. وهو كان هيعمل ايه يعني يا ماما؟ انت مش شايفه الدنيا كلها واقفه قدامه؟ سليم خسر اي حد ممكن يقف جنبه. مفيش حق يا بنتي بيجي بالباطل. خلاص خسر اي حد ممكن يقف جنبه. هو ما عملش كده غير لما اتاكد ان مفيش حد خلاص هيساعده، فقرر ان هو كان لازم يساعد نفسه بنفسه. ده اكيد يوسف جه يطمن علينا لما عرف اللي حصل. مساء الخير. مساء النور. صلاح الطوخي. وبعدين يعني يا سميحة انت تفضلي كده؟ يا اختي مش احسن من حبسته؟ لا مش احسن، مش احسن. في الحبس عارفين له طريق، عارفين هو فين، في فرشة بينام عليها، في لقمة بياكلها. دلوقتي احنا لا عارفين له طريق ولا بيعمل ايه ولا هو فين. طبعا مقدر انكم اهل وخايفين عليه، بس عايز الفت نظركم لحاجه. لو ساعدتوه على انه يهرب هتبقوا بتضروه مش بتفيدوه. ايوه صلاح بيه، بس انا اخويا بريء وما عملش حاجه. هو البريء برضه يهرب. انتوا اللي اضطريتوه يعمل كده. احنا اللي اضطريناه، يعني احنا اللي قلنا له يضرب الولاد لحد ما يموت في ايده. احنا اللي قلنا له يروح يبتز الناس ويحاول ياخد منهم رشوه. والكلام ده كذب وما حصلش منه حاجه. هو ما قدرش يثبت انه كده، ولو بريء بجد كان وقف وواجه واثبت براءته. لما هو تصرف تصرف ملوش اي علاقه بالرجوله، وتصرف زي اي مجرم وهرب. ابني راجل يا صلاح بيه، وهيفضل طول عمره راجل، وقادر ربنا يزرع الحق. في حاجه تانيه ولا ممكن تسيبنا بقى في حالنا؟ انا متاسف جدا، بس ليه رجاء اخير يعني، لو حاول يتصل بيكوا يا ريت تبلغوه ان اللي بيعمله ده مش هيفيده، هيضره اكتر. انا اسف على الازعاج. عن اذنكم انا عارف طريق الباب كويس. انا مش فاهمه ايه اللي افترى ده. الله الغالب يا بنتي، الله الغالب.